الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم فخامة رئيس الاحتفال المؤقر أعني سماحة الشيخ غلام محمد الأستانبي حفظه الله والمدير العام التنفيذي لهذه الجامعة العربية العريقة الكريمة الشيخ حذيفة غلام محمد الأستانبي وأخي الكريم المفضال الشيخ حماد الكريمي حفظه الله والحشد الكريم والجمع العظيم من العلماء والمفكرين الذين وفدوا من مناطق مختلفة ومدن شتى وبلاد عديدة في هذه الدورة التاريخية العريقة وحييكم تحية مباركة تحية زكية تحية عطرة تحية إسلامية فأقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته. أولاً أقدم التقدير والاحترام والأدب إلى العلماء الأفاضل الذين وفدوا من مدن شتى للمساهمة والمشاركة في هذه الدورة التاريخية العربية، فمرحبا بهم ومبارك لهم ومساهمتهم في هذه الدورة العربية المباركة. أيها الحفل الكريم، إن الكلام عن اللغة العربية وأهميتها وخصائصها قد كثر، وإنني لا أريد أن أطيل كلامي عن أهمية اللغة العربية وخصائصها، وأريد أن ألخص الكلام عن ميزة مهمة لهذه الدورة وللمدرسين وللدارسين في كل مكان. إن موضوعي الذي كلفت لهذه الدورة أن أتكلم معكم كيف نكون البيئة العربية في الجامعات والمدارس. فنبذة من الكلام أقول لكم، قد ركز أعداء اللغة العربية وحاولوا أكثر من مرة، بل هم في محاولة مستمرة وجهود متواصلة لإضعاف أهمية اللغة العربية الفصحى، سواء بالدعوة العامية أو بتغيير لهجتها بالإنجليزية، لأن اللغة العربية لها لهجة خاصة يجذب إليها كل من يسمعها، وإن الأعداء يريدون القضاء على الفصحى بانقطاع صلة المسلمين بها، وهذا لا يكون أبدا. ومن العجيب حقا أن الله سبحانه وتعالى قد صان لسان العرب حينما كان اللسان في بيئة بدوية
كانوا ينطقون بلسان عربي مبين مع لهجة جذابة للقلوب والعقول، ولكن المصيبة تكون أشد وأخطر حينما يحارب اللغة العربية الرائعة أهلها، فكيف يرجى الحفاظ عليها من الخارج؟ إذا كان الفساد من البيت فكيف يكون الإصلاح من الخارج؟ إن الإسلام أيها الإخوان لا يدعو إلى هجر اللغات الأخرى، بل المسلمون بحاجة ماسة في كل زمان إلى تعلم اللغات الأجنبية لكي يقوموا بدعوة الإسلام وتبليغه إلى أبنائها بلسانهم في معنى الكلمة. ومعلوم لدينا أن سلفنا رحمهم الله كانوا يدرسون ويؤلفون في هذه اللغة الحبيبة وينطقون بها وفي هذه اللغة، وتكون المكتبات عامرة بهذه اللغة. ختاما أريد أن أقدم إليكم نبذة من الكلمات عن البيئة، تكوين البيئة العربية في الجامعات، الأشياء التي نشاهدها من حولنا والتي تؤثر على بقاء الكون، فهي تشمل على الماء والهواء والمناخ وما إلى ذلك من الأشياء التي تؤثر في حياة الإنسان على بقاء حياته، هي البيئة. هناك بعض الملاحظات لتكوين البيئة، لابد من صرف النظر إلى بعض الملاحظات والأمور المهمة التي رتبها أهل اللغة والمهارة في كل زمان. ذكر الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان أن الطفل يتكلم قبل أن يأخذ في تكلم الكتابة. إن كثيرا من الناس يتحدثون بلغتهم الأم بطلاقة، ولكنهم لا يعرفون الكتابة في لغتهم. وهناك الملاحظات، اجعل تعليم هذه الملاحظات للدارسين والمدرسين نبذة، اجعل تعليمك جذابا ومشبقا وكلامك فصيحا في تعليم اللغة العربية. ثانيا، التزم بدوام استخدام اللغة العربية مع طلابك، فتكون أنت أسوة حسنة وقدوة صالحة في أعينهم. ثالثا، لا تترك الطلاب يعرفون عيوبك لغة ونطقا فتكون ساقطا أمامهم، فهم لا يهتمون بتدريسك ولا بذاتك. رابعا، قلل من الشرح والبيان وأكثر من التدريب والتطبيق، فهذا بالنسبة إلى اكتساب المهارة اللغة العربية أكثر فعالية من طريق الشرح. وخامسا، حاول أن تكون كلماتك واضحة ومفرداتك سهلة بسيطة كي لا يشعر الطالب أو الدارس بصعوبة في التكلم بالعربية. اعطي الطلاب فرصة ومجالا للتدريب على اللغة العربية، لأن التدريب والتطبيق شيء مهم في ترقية كفاءات الدارسين. فهذه بعض الملاحظات والأمور المهمة، وقد بقي هناك شيء كثير. إن شاء الله لو قدر الله لنا سنقدم إليكم في بعض الفرص. وختاما، أقدم شكري وتقديري إلى سماحة رئيس الجامعة وإلى مدير هذه الجامعة الشيخ حذيفة غلام محمد الأستانبي، وإلى أخينا الفاضل الشيخ حماد الكريمي على عقد هذه الدورة التاريخية المثالية النموذجية في جامعة عريقة تاريخية، فقدر الله لهم كل النجاح والفوز في كل أمر يهتمون به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.